بسم الله الرحمن الرحيم. بسمك اللهم نستعين، نجدد بكم اللقاء والتحية والترحيب، فسلام من الله عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل خير وبركة ومحبة من هنا ومن على أرضية ميدان الطايف، عروس المصايف في هذا المهرجان، في أعتى المهرجانات وأقواها. ينطلق في هذه اللحظات شوطنا العاشر للقعدان الحقايق وتحديات الحقايق الحاضرة المتواجدة والباحثة والطامحة عن النوماس وعن المجد التالي. تحضر الأصايل بين أقطاب وأركان هذا الميدان. نسير بحضراتكم برحلة مصاحبة وهي 3 كيلومترات، البداية والصدارة والمقدمة، لنتابع وتتابعون أول العناوين بشعار واندفاعات سعد بن سعيد. الرفادة المري يقدم لنا أرحب مع صدارة الشوط ومع مقدمة الشوط، يتقدم أرحب مع البداية، بينما المركز الثاني من الجانب الآخر القادم والواصل من الجانب الآخر يحتل مركز الوصافة. حمد بن راشد بن حمد آل بريس المري مع كفوة، ولكن تسلل ملحوظ في هذه اللحظات مع اللي يتدخل على المركز الثاني. هنا مباشر أحمد بن سلطان بن خليفة بن رشيد السويدي يقدم لنا مباشر، ولكن أتابع الأسماء القادمة الواصلة في هذه اللحظات. شعار حمد بن علي بن حمد آل بريس المري مع نهار المركز الخامس، الوصول والقدوم من شعار بن صافية. حمد بن محمد آل صافية المري مع مبلش، هكذا هي النتيجة للأسماء المتقدمة للخمس المراكز المتقدمة المتصدرة في هذا الشوط، المتصدرة لهذا المشهد، الباحثة عن الانتصار وعن النوماس. النوماس يحتار، من يختار من هؤلاء الأسماء الحاضرة، من هؤلاء الأسماء الحاضرة والمتواجدة. ولكن البداية لازالت مع أرحب مع صدارة الشوط. الرفادة يقدم لنا أرحب، المركز الثاني من الجانب الآخر 1200 يا للحقايق. زان اللقا زان، غير في هذه اللحظات البريس حمد بن راشد البريس المرية مع كفو، يغير إلى مقدمة الشوط إلى صدارة الشوط، بينما المركز الثالث حمد بن علي البريس المرية. نهار يا نهار، نهار على المركز الثالث. بن صافية يقدم لنا شعار، يتقدم مع مبلش بينما القدوم مع فهد بن محمد الرزق العجمي مع التوش. وصلت الأسماء، سيل جارف قادم من القعدان، وصلت الأصايل رافعة لراية التهديد. القدوم مع سعيد بالدحبة بن قناصل العامري مع هملول، والقادم من الجانب الآخر في هذه اللحظات مع المتسلل مع علي بن حميد العويسي مع نايد. العودة إلى مقدمة الشوط، إلى الصدارة، إلى المقدمة مع كفو، لازال كفو بقيادة وبتحديات حمد بن راشد آل بريس المري. بن صافية يشن الغارة، بن صافية يقدم لنا اندفاعات مبلش حمد بن محمد. بن صافية المري أبناء المملكة الأحمدية حاضرين. يا القادم وصل في هذه اللحظات، وصل مساحة مقحص بن منيع القحطاني أبناء المملكة العربية السعودية، أبناء نجران أداهم فنان. مشكور يا القحطاني مشكور، مع مساح ثانينا والنماس لمقحص
القحص بن منيع القحطاني على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. المنتصر في هذه اللحظات وفي هذا الشوط شوط كان مليون بالإثارة وبالقوة والندية حتى الرمق الأخير، وكان مساح عنوان لهذا الشوط. تهانينا والنوماس مشاهدينا الكرام المركز الثاني، فكان الوصول مع شعار مشاهدينا الكرام شعار بن صافي على المركز الثاني، من قدم لنا مبلش حمد بن محمد الصافية المري مركز الثالث. مشاهدينا الكرام نشاهد مع مخرجنا في هذه اللحظات المركز الثالث والرابع والخامس نشاهد، وفي الإعادة الإفادة مع مخرجنا الهواري نعود إلى التوقيت الزمني ولحظة وصول مساح 4:48.37 من الثواني. تهانينا والنماس لمقحص بن منيع القحطاني مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأعزاء. المركز الثاني شعار بن صافية، من قدم لنا شعار على المركز الثاني مشاهدينا الكرام. نتابع وياكم توقيت مبلش 4:48.93 تهانينا والنماس لحمد بن محمد آل صافية المري المركز الثالث. نايد علي بن حميد العويسي 4:49.18 من الثواني. رابعا كفو بشعار محمد بن راشد بن حمد آل بريس المري. والمركز الخامس فكان الوصول مع عبد الله بن دخيل الله بن سلامة الجهني مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأعزاء. تهانينا والنماس لمالكي مساح ومن قدم لنا مساح مقحص بن منيع القحطاني. تهانينا والنماس على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. نهني ونبارك لجميع الأخوة الفائزين في سابق الأشواط وفي قادم الأشواط متواصلين ومتمنين لجميع الأخوة المشاركين بالتوفيق والنجاح. شوطنا القادم بصوت الزميل رايد بن محمد الضيوفي واصفا ومعلقا على شوطنا القادم.